والعودة إلى الإبكار أيضا في هذه الانطلاقة التي تعلن ثالث الانطلاقات. المسافة كما ذكرنا هي 4 كيلومترات، وهذه الأيام أو هذا اليوم، اليوم الأخير من هذه المكرمة، نقول 20 شوط إن شاء الله في هذا الصباح، ومشاهدين الأعزاء أيضا يتابعون هذه الانطلاقات. ترحيبنا بكل القادمين وأيضا من جاء ليشارك ليختتم ليحتفل أيضا مع ختام هذا المهرجان وهذه المكرمة الكريمة والسامية، والتي جاءت أيضا بأمر سامي وكريم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي أعلن هذه الانطلاقة لعشاق الأصايل في هذا الشهر المبارك. ما شاء الله، إذا بدأنا ونسير مع المقدمة، نتابع المراكز الأولى، هدوء المقدمة وما تحمله أيضا من عواصف اللحظات الأخيرة. أذهب بالمقدمة بالظبيان على المركز الأول، فايز بالضعيف من مصبح الاشتبيل اللي تحتل الصدارة، بينما المركز الثاني العقرب سعيد بن سالم سعيد الرميثي على المركز. وصلنا للانطلاقة اللي تحمل هذا الجديد، الله 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 الله، لا زالت بالظبيان أو الانطلاقة من غيرت أيضا إلى الصدارة الشاهينية، الشاهينية بن غصنة، بن غصنة أيضا طار بهذه السلالة، سالم سيل بن مسعود بن غصنة العامري، نعم نعم نعم، الشعار اللي يحمل أيضا هذه الانطلاقة، والخطورة قادمة من انطلاقة نوفس عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين اللي قدم لنا في الشوط الأول أيضا سمحه ويطمح أيضا إلى هذا الانتصار، ولكن ما شاء الله وتبارك الله الشاهينية هني عندك يا أبو سهيل، سلام سلام على هذا الأداء المميز لهذه الانطلاقة، وأتوقع أن السلام عيناوي، نعم مع هذه اللحظة الجميلة، الله 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 الله، تهانينا والناموس إذا لسالم سهيل بن مسعود بن غصنة العامري، شكرا يا أبو سهيل على الشاهينية وأداء الشاهينية وانطلاقة الشاهينية، ما شاء الله وتبارك الله تحقق الإنجاز أيضا في هذه اللحظات، سلام عيناوي سلام، وسلام لأهل زاخر أيضا خاص من هذا الميدان تحفة الميادين. أشوف المركز الثاني اللي وصلت فيه نوف عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين، والمركز الثالث بالظبيان فايز بن صبي بن ضعيف من مصبح الاشتبي، المركز الرابع هي ملامع محمد بن عوضي بن يحيى المنالي، والمركز الخامس كانت هناك مكاسب حميد بن سالم بن حمود العمري. هذه المراكز الأولى والانطلاقة الأولى والتحدي الأول، ما شاء الله وتبارك الله، نعود بالتوقيت الزمني، يا سلام 6 دقائق 9 ثواني، وفاء تماما كمالا كما يقال، مشكور أيضا يا أبو سهيل سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري الشاهينية وانطلاقتها ما شاء الله. أشوف المركز الثاني نوف رفعت شعار المنافسة وعلم المنافسة، نوف أيضا تهانينا وناموس عبد الله بن حمد بن سليمان بن جبرين، 6 دقائق 13 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية، والمركز الثالث كانت هناك الإثارة حاضرة في هذه الانطلاقات من بالظبيان فايز بالضعيف من مصبح الاشتبي أيضا 6 دقائق 13 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية، ما شاء الله، دعواتنا للجميع بالتوفيق بإذنه تعالى في الأشواط القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم.